البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء، ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم، من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، وجاء في حديث أنه من أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسن الصوت هذا مطلوب، يحسن صوته بالقرآن من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين، يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن من دون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان أذان حسن من دون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغنى فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمح سمح ما في تعصب. بعض المؤذنين تجده إذا أذن يقول الله كل ما جاء صوت يأتي صوت حي على الصلاة حي على الصلاة كل ما جاء صوت هذا تلحين مش مثل علمي، هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن أن هذا حسن يقلد، خل عندنا أذان سبح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الصوت أشهد أن محمد رسول الله، أما كل ما جاء صوت تأتي الصوت تأتي الصوت هذا التلحين. وكذلك أيضا قراءة القرآن مثل بعض المقرئين لي مدات طويلة وسكنات طويلة فطويل تلحين، لكن تحسن الصوت لا بأس، مثل ما أسمع أئمة الحرام وبعض شبههم هذا تحسن الصوت، أما مثل بعض المقرئين لي طول سكنات طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث، والآية يمدها يجلس صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته، هذا التلحين، هذا من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، لكن مطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء، ومن البدع تحلية المصاحف، يعني يحلي المصاحف يحليها بالذهب، هذا من البدع ومن ايضا الاسراف، ما داعي لا داعي الى تحليه المصاحف تحليها بالذهب وحليها بالفضه كلها هذا لا اصل له. نعم.